أما بعد أيها الإخوة الكرام، أول أمر أمر به الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أول أمر مران تصفح القرآن الكريم وتزقم زوار أن بالدغار أول أمر يمارن غزيس الله سبحانه وتعالى، ماذا سنجد؟ سنجد هذا الأمر الإلهي ورد في سورة البقرة، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأمر بالعبودية، أمر الله عز وجل أول أمر يمارن غزيس الله سبحانه وتعالى للقرآن هو العبودية وتحقيق العبادة لله عز وجل، هو نعبد الله سبحانه وتعالى ممشي خصي ممشي ذغي شرع الله عز وجل. العبودية لغير الله ذل، إنسان ما تغف في العبد لغير الله، لبشر أو لحجر أو لشجر أو لمال أو لغيره، فإنه يكون ذليلا حقيرا. أما العبودية لله عز وجل فإنها عز، وإنها كرامة، وإنها تشريف، وأي تشريف. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات وأرفعها وأعلاها. الله عز وجل يوصف النبي صلى الله عليه وسلم صلف العبودية بالعبد، يوصفه في شن مقامات وعرانت، ففي مقام التشريف بمعجزة عظيمة وهي معجزة الإسراء. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، في مقام إنزال القرآن، القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، مقام عظيم. قال الله عز وجل: هو الذي ينزل على عبده، على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ذي المقام نزول القرآن يوصف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يشس الاسم العبد، لأنه مقام العبودية أشرف المقامات وأعلاها عند الله عز وجل. في مقام الدعوة إلى الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا عليه كادوا يكونون عليه لبدا. وعيد الآية، مقام الدعوة، للمقام الدعوة إلى الله عز وجل يقر الله سبحانه وتعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مواطن في مقام تحدي والمعجزة يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. وأحسن وأفضل من حقق العبودية الكاملة لله عز وجل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أحسن واحد يحقق العبودية يقال عبادة في صورتها الكاملة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. فتعالوا بنا نعيش في هذه الدقائق مع النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف على عبادته، لأنه هو القدوة لكل مسلم ومسلمة إلى يوم القيامة. الشيء المأمورون باش انفار النبي صلى الله عليه وسلم، باش أنوير قبريد إذا غدي سبيين النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء، وخاصة ذي العبادة الله عز وجل. ونخسنا ذيري من المفلحين من الفائزين يكون عابدا لله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أكمل عبودية، فهو صلى الله عليه وسلم خير العابدين لله عز وجل. ونغي خزان دي السيرة النبي صلى الله عليه وسلم أذيف بوضوح، أذيف بجلاء كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق
هذه العبودية، وبذلك استحق النبي صلى الله عليه وسلم شرف الوسيلة وشرف الشفاعة يوم القيامة دون من سواه. الشفاعة العظمى يوم القيامة لن تكون لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. ورحلة النبي صلى الله عليه وسلم مع العبودية بدأت مبكرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ العبودية لله عز وجل قبل أن ينزل عليه الوحي، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهجر مجامع الشباب في قريش، وكان يذهب إلى غار حراء. الشباب تمونان في مكة تمونان يسمرون ويلعبون ويلهون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كيسنيت غيميشا لا يشاركهم في ذلك، وإنما بفطرته تغي تحس بأنه من تقن أو تجي شيء منه، مع أنه هو ذنب الوحي، ولكن فطرته كانت نقية صافية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يهجره اسم محذيس إطراح غار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو عبادة التأمل في مظاهر الكون لإدراك عظمة الله سبحانه وتعالى. يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم مستجيبا لفطرته، فطرته النقية في تعظيم الخالق سبحانه وتعالى ومناجاته، حتى نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. وبعد بعثته صارت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شمولا وتنوعا. اتفى النبي صلى الله عليه وسلم أفريد العبودية ممشتي يمر الله سبحانه وتعالى. لم تقتصر عبودية النبي صلى الله عليه وسلم على كما عند كثير من الناس اليوم على أداء الشعائر التعبدية. التصنيف ذا خميت سر العبادة يتفكر في الصلاة فقط، كأنه نئدا الصلاة في انتهى العبودية. لا أبدا، العبودية النبي صلى الله عليه وسلم والعبودية في حقيقتها هي تمتد لتشمل كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، تل حقيقة العبودية. فمثلا لو أخذنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نجد صلاته بين يدي ربه عز وجل نجد فيها العجب العجاب. كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تفيض بأنوار السكينة والطمأنينة في مناجاة الله عز وجل وفي التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى على نحو يجل عن المثيل والنظير، حتى صارت الصلاة أنيسه وقرة عينه. هكذا ينبغي لنا أيها الإخوة الكرام الأخوات في الله، يجب علينا أن نجعل من الصلاة أنسا نأنس في الصلاة وتقر أعيننا في الصلاة كما كانت تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه كما في سنن أبي داود بسند صحيح، يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قرب الموعد الصلاة يتكوذ در وقت الصلاة يتشوق برمي غيظ في الصلاة. سبحان الله، يقرس بلال يا بلال أرحنا أرحنا بالصلاة، ماشي أرحنا عن الصلاة. تصنو ذن الصلاة شنوج ممنوس يذكر يخسم رمي غيك ليتفرغ لغيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، كان يرتاح في الصلاة. خميني غيري ذي الصلاة خذني تري النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل حالات السعادة وأكمل حالات الفرح والسرور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر وجعلت قرة عيني في الصلاة. ما أجمل هذا التعبير، يا الله، لقد صارت الصلاة عند النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أنيسه وقرة عينه. النبي صلى الله عليه وسلم من يتف الرحمة، من يتف السعادة الطمأنينة الراحة. وهكذا ينبغي علينا نحن أيضا، وتجي ننقر الصلاة تكمري تغيض غيان تقجيق باش نحغار أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني
في الصلاة، أي لا أجد الراحة والسعادة والطمأنينة إلا حينما أكون في الصلاة، بل إن الصلاة كانت دواء لأحزان النبي صلى الله عليه وسلم وكربه. النبي صلى الله عليه وسلم تغخمني يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى عبادة الله. المشركون الكفار، صناديد الكفار، تغت أذن النبي صلى الله عليه وسلم، ترند خشاس شن ردود شن نيوارن، تغجرح النبي صلى الله عليه وسلم، تأذنت. والنبي صلى الله عليه وسلم يتألم لأنه وظيف شديد الإسلام، يتقود خاسم، يتقود أضحار قندي جهنم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون في كرب، وتذهب نفسه حصرات عليهم، يتحصر يتألم. خميني كسين النبي صلى الله عليه وسلم منوس من الدعوة الإسلام، خميني خزتمون الأحزان الكرب، ماني غير رح النبي صلى الله عليه وسلم. كل جمن يتفاء الرحفنس خمي غاس شان رهم شان ممنوس قشلح غافران أضرحهم شان ويفراني أضفغا بارا. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم مرى تغذي شان ممنوس مرى شان الحزن شان الكرب من أجل الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة، يترحى الصلاة باش هذه الساسر حمرني باش خاصي يخفف الأحزان. هكذا تكون الصلاة، هكذا تكون العبودية الحق الكاملة لله عز وجل. وخير من يصور لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك رضي الله عنه، يقول هذا الصحابي الجليل: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. الصحابية يجن جيرث يروح يبدك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في صلاة الليل، يقول قرخوي وصفنغ نمشي تغيب زجا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فقرأ سورة البقرة. الله أكبر، سورة البقرة أطول سورة في القرآن الكريم، قارئة النبي صلى الله عليه وسلم بجيجن ركعة. ولكن كيف كان يقرأها؟ وجي يعني قارئة بسرعة يتقجق باش هذه يكمل، لا، كان يقرأ بتأني، يترسل، يقطع هذه الصورة آية آية، بل كان لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل. الله أكبر، بل مما يضغش الآية ذي شن البشارة، ذي شن رحمة الله سبحانه وتعالى. أذي بذى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اتصيد ربي من ديس دي الآية لنا الرحمة، من ديس دي الرجاء، ولا يمر بآية عذاب، لغيك خشى الآية ذيس العذاب الوعيد إلا وقف النبي صلى الله عليه وسلم، توقف عن قراءة وبدأ يتعود. قال ثم ركع، لم يكمل سورة البقرة، وكان يقف عند كل آية يدعو، ركع بقدر قيامه. الركوع تغث بقدر القيام، نشت منك ذي القيام كذي الركوع. يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم بعد ذلك سجد. أذي النبي صلى الله عليه وسلم السجود، مش حقيق دي السجود بقدر قيامه، أنشت مني كي بدي قا سورة البقرة. سبحان الله، من قال النبي صلى الله عليه وسلم للسجود؟ ثم قال في سجوده مثل ذلك، يعني قال: سبحان ذي الجبروت، يسبح الله عز وجل، يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، تمضي الأوقات وهو غارق في تسبيح الله عز وجل وفي التأمل في عظمة الله وقدرته. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قام، ثم ذي كان النبي صلى الله عليه وسلم غركع الثانية، فقرأ بآل عمران ثم صورة، ففعل مثل ذلك. وهذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يصف لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة، فيقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه. ورمت يعني تشققت، فجق نظام النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الوقوف في الصلاة.
وقد أثر عنه قيامه الليل كله بآية من القرآن الكريم. في بعض الأحيان تغن النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل أمن يكمل سجل آية من القرآن يتفكى ذيس وزمات يعذو يتعيش كيس النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر ما في هذه الآية من المعاني الغزيرة ويطيل بالقراءة أحيانا أخرى. فإذا سئل عن ذلك تقرس أمنا عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ثقاظ ذي الصلاة الليل ثقاظ القرآن فترو ذي مطونه كوان يا رسول الله حاول خيخ فنش يشي غفارش الله سبحانه وتعالى يغفارش ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أفلا أكون عبدا شكورا ملت غسي ضربي غفاري ألا يستوجب هذا أن أشكر الله عز وجل بالقيام بين يديه. أما عبادة الصيام فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. وأشارت روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس وكان يصوم 3 أيام من كل شهر. أما في مجال الصدقة في مجال الإنفاق النبي صلى الله عليه وسلم ذي عبادة الإنفاق عبادة الصدقة والمبادرة إليها والمصارعة نحوها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب إنفاق عظيم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تقول النبي صلى الله عليه وسلم ينفق في سبيله لا يتصدق ويتجشى أنه سيقضى من غاس. يرشد لهذا المقام مقام الصدقة والمبادرة إليها تلك الحادثة التي يرويها الصحابي الجليل عقبة بن الحارث رضي الله عنه والحديث في صحيح الإمام البخاري حيث قال عقبة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر الزج لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فلما سلم قام سريعا وهذا لم يكن من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من يتسلم زي الصلاة الفريضة يتغيم الجوشان سيذكر الله ويسبح الله سبحانه وتعالى الأذكار المعروفة التي تكون عقب الصلاة. ولكن يزري في جن النهار وصحابية يزرى النبي صلى الله عليه وسلم غارس جم إكاري تقجق فدخل على بعض نسائه يفغى الحجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد مدة يجي المدة خرج يفغ أرميد يفغ النبي صلى الله عليه وسلم يفى الصحابة مرة تعجبا إذا هذا الأثر تعجب خغنبوبنس فرأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته إن الناس مش تنسار النبي صلى الله عليه وسلم كار يتقجق مرة أما سوى كار يتقجق مباشرة بعد السلام من الصلاة فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أسني السين ميمي فقال صلى الله عليه وسلم اتشرح السين ميمي كان النبي صلى الله عليه وسلم اتقجق بعد السلام قال لهم ذكرت وأنا في الصلاة تبرا أي ذهبا عندنا شن المال أقرانق ذي ثدى كاغذيشان من 8 ثقين ذي ثدى فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته. الله أكبر إن سنفكار شن من 8 ثقين ذي ثدى خصوان ثريمين شخص أثن صدق في سبيل الله عز وجل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في إنفاقه وفي مبادرته إليه. أما عبادة الذكر ذكر الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني خير قدوة وخير إسوة لنا فقد كان دائم الذكر لربه في مختلف الأحوال في جميع الأوقات. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب لا يغفل عن ذكر الله في جميع الأحوال في جميع الأوقات فكان يذكره في قيامه ملا تغيبت في قعوده مريقين في أفراحه في أحزانه في طعامه في شرابه في صباحه ومسائه يعني في جميع الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم يبادر ويلهج بذكر الله عز وجل.
حتى إن العلماء قديما وحديثا اعتنوا بجمع ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من أوراد ومن أذكار مختلفة. لذلك انتف مجموعة من الكتب المصنفات للعلماء جمعا الأدعية للأذكار من النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات المختلفة. يخسرن شيء أن يكسي الأذكار أن تنحفظ أن تنقع اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من نحق العبادة القلبية، عبادة العبادات القلبية التي مع الأسف الشديد يغفل عنها كثير منا، من محبة لله وتوكل عليه وخوف من الله ورجاء لله، من رضا بقضاء الله وقدره وغيرها من أحوال القلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ في تلك الأحوال أعلى الدرجات. تجد مثلا توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، تجده ظاهرا واضحا أثناء الهجرة لما قال لأبي بكر الصديق، وأبو بكر كان يرتعد خائفا وهما في الغار من المشركين الذين وقفوا عند باب الغار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتوكل على الله عز وجل: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وإذا أردت أن تنظر إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تجده حينما كان ينزل المطر خمين الشفونزر يقول يمسح بأخوذ النبي صلى الله عليه وسلم المطر، يمسح زيس النبي صلى الله عليه وسلم أغنبوه ويقول إنه حديث عهد بربه. وأما خشيته صلى الله عليه وسلم وخوفه منه فتظهران من خلال ما نجده الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم زي الله سبحانه وتعالى، الخشية من الله عز وجل يظهر في رقة قلبه، كان قلب النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا وسرعة دمعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر وخشوع طرفه وانكسار قلبه عند ذكره لله عز وجل، بغير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى تزارز الدموع. وحينما يقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة كما وصفه أبو مطرف قائلا: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولتا يسد صحابي يسد غى النبي صلى الله عليه وسلم يفد الصلاة ووجده يصلي، ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، إذ معنى النس تنهزن تنحس من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما لقد كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عبادة، وكذلك كانت وفاته صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق ونفس في هذه الحياة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق العبودية الكاملة لله عز وجل، حتى كان صلى الله عليه وسلم أعظم وأكمل من حقق قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهنيئا لمن سلك سبيل العبودية لله عز وجل. يا سعادة وني يعذن الله سبحانه وتعالى حق العبادة، يقممش تغيث الرسول صلى الله عليه وسلم، يتحول ويقلد النبي صلى الله عليه وسلم، يتأسى به ويقتدي به. فإذا أردت أخي الكريم أختي الكريمة، إذا أردت السعادة الأبدية فالزم عتبة العبودية. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي وتسلم وتبارك على من أرسلته بالحق بشيرا ونذيرا، علم الهدى ومعلمنا الخير سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنة ليوم الدين. اللهم اسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.